رانيك أم مصر، لأول مرة على اليوتيوب هنشوف طريقة عمل راني الكم مصر. أساسا دي نكهة جديدة أنا عملتها، طعمها جميل جدا. راني نفسها لسه ما عملتهاش، أتمنى ياخدوا مني الوصفة وينفذوها. أول حاجة هنجيب كيلو من الكمثرى، الكمثرى دي اللي هي دي مش الخشاب الجامدة. هنشيل من الكيلو حبيتين اتنين من الكمثرى وهنسيب الباقي. حبيتين الكمثرى دي هنحتاجهم بعدين، فهنشيلهم دلوقتي على جنب، والكمثرى الباقية دي هنقطعها واحدة واحدة ونقشرها، هنقطعها كده بالنص ونشيل البذر اللي جوه ده ونقطع النص ده كده ربعين ونقشره. ممكن تقشروها وتقطعوها بأي طريقة تحبوها، احنا هنقطع واحدة واحدة مش هنقطعهم كلهم عشان الكمثرى بتسود لو اتسابت كتير في الهواء. وطبعا بنكون مجهزين مية على النار، كل ما نقطع حباية من الكمثرى بنحطها في المية اللي على النار على طول. معانا على النار حلة فيها لتر من المية او لتر وربع من المية، كل ما نقشر كمثراية ونقطعها بنحطها في المية على طول، ومش لازم المية تكون بتغلي، يكفي بس ان هي تكون سخنة شوية. بعد ما نحط كل كمية الكمثرى في المية هنضيف عليها كوباية من السكر، وكمان هنضيف عليها حوالي ربع معلقة من ملح الليمون، وممكن تستغنوا عن ملح الليمون وتعصروا عليها ليمونة. بعد كده هنغطي الحلة وهنسيب الكمثرى تستوي كويس جدا. والكمثرى بتستوي على النار يعني ما تكون قربت على السوى. هنقطع الكمثرتين اللي شلناهم على جنب بنفس الطريقة، هنشيل البذور اللي جوه ونقشرها، احنا مش محتاجين القشر، حاولوا تشيلوا القشرة تكون رقيقة. بعد كده هنقطع الكمثرتين دول لمكعبات صغيرة جدا جدا، انا عايزاها صغيرة جدا جدا زي قطع الفاكهة اللي بتكون موجودة في عصير الراني. ممكن بعد ما تقطعوا الكمثرى كده بالسكينة وتضغطوا عليها بالشكل ده بشكل متكرر هتتقطع معاكم صغير زي ما انتوا عايزين، زي ما يكون كده بنخرط ملوخية. وهنرجع للحلة اللي على النار، الكمثرى هي استوت كويس جدا. هنجيب سكينة او شوكة ونغرزها كده في الكمثرى عشان نشوفها اذا كانت استوت ولا لا. اول ما تكون استوت لازم تكون مستوية جدا، يعني زي ما تكون مهرية كده. هنجيب الهاند بلندر ونفرم بيه الكمثرى، ولو ما عندكوش هاند بلندر سيبوا الخليط ده يبرد شوية، بعد كده اخلطوه في الخلاط العادي، بعد كده رجعوه على النار عادي خالص. اهم حاجة انه يتخلط كويس يعني يبقى زي العصير بالظبط. وبعد ما نفرمه بالخلاط هنسيبه يغلي على النار تاني، واثناء غليانه هنشيل الوش بتاعه او الرغوة اللي بتكون على الوش دي، لازم تتشال كلها تماما يعني ما يكونش فيه اي رغوة خالص. بعد ما نشيل الرغوة كلها ويغلي هنضيف عليه مكعبات الكمثرى الصغيرة اللي قطعناهم مع بعض، نضيفهم كلهم مرة واحدة، وهنسيب مكعبات الكمثرى دي تستوي لمدة 5 دقايق. يعني اول ما ترجع تغلي تاني هنسيبها 5 دقايق تغلي على النار، بعد كده نطفي النار على طول او نشيلها من على النار على طول. وانا شغالة على العين الصغيرة بتاعة البوتاجاز، يعني نارها عالية بس العين الصغيرة، يعني يعتبر نار متوسطة او اقل من المتوسط بشوية. وما تزيدوش فترة التسوية بتاعة مكعبات الكمثرى عن 5 دقايق. واول ما نشيلها من على النار هنعصر عليها نص ليمونة،
ويفضل ان الليمون ما يتعصرش على اي حاجه وهي موجوده على النار. بعد كده هنكون مجهزين برطمانات زجاج او ازايز زجاج. البرطمانات دي انا غسلاها في غساله الاطباق يعني متعقمه. لو ما عندكوش غساله اطباق اغلوا ميه وسقطوها فيها حوالي دقيقتين، بعد كده شيلوا البطرمان ونشفوه تماما من الميه. اهم حاجه ان البطرمانات تكون متعقمه، وكمان الادوات اللي بنستخدمها تكون معقمه وجافه من الميه، عشان عصير الراني ده ممكن نحفظه بره التلاجه وممكن نحفظه في التلاجه عادي، بس هو لو اتحفظ بره التلاجه بيفضل برده سليم. بعد كده هنغطي البطرمانات، هنغطيها بطريقة معينة زي طريقة المصانع بالظبط. بتحطوا أغطية البطرمانات عليها بالشكل ده، بعد كده بتمسكوا غطا البطرمان بإيديكوا وترجعوا للخلف مرتين والقدام مرة واحدة زي كده. شايفين بالشكل ده البطرمان بيكون متغطي كويس زي طريقة المصانع بالظبط. تيجي تفتحوه يعمل نفس التكة اللي بيعملها البطرمان الجديد. بعد كده بردوه في التلاجة لو حابين، ولو مش حابين قدموه مع مكعبات تلج على طول. ويفضل انكم تقلبوه قبل التقديم، عشان حبيبات الكمثرى او قطع الكمثرى بتكون ساقطة تحت في البطرمان. شايفين لونه حلو جدا ازاي؟ هوريه لكم ما الكاميرا تقرب. حبيبات الكمثرى باينه جدا في العصير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقد ما هو شكله حلو جدا كمان طعمه حلو جدا. اتمنى تجربوه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.